أيها هذا الشاكي وما بك ذاء كن جميلا ترى الوجود جميلا والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم في جولة جديدة في قمر 14. في الحقيقة أنا قلت هذا بيت الشعر اللي أنا قلت ده من شوية لإيليا أبو ماضي، لأن كان أنا قمر 14 ده أنا اشتغلت فيه من بداية الصحة والجمال، تقريبا كنا في 2006 أو 2007، وكنت دايما اقول السلوجن ده او الابيات الشعر دي، كنت بحبها جدا جدا، وكان طبعا معايا ضيوف كتير جدا في هذا البرنامج، وكان برنامج جميل قمر 14. عشان كده بس النهارده وجدت نفسي ان انا استعيد هذه الذكريات بعد 15 سنه، ان انا اقول هذا السلوجن علشان خاطر افكر حبايبنا ومشاهدينا الكرام واصدقائنا الدائمين ببرنامجنا قمر 14. لكن احنا كنا في قمر 14 بنتكلم عن معايير الجمال وعن الجمال بصفة عامة وكل مشاكل التجميل والجمال، وكان لنا مشاهدين كتير جدا بيتابعونا، ولكن ينقلب الحال إلى المشاكل الصحية اللي بدأت تزيد عند الناس بشكل قوي جدا جدا نتيجة وجود أمراض مناعية متعددة زي السكر والضغط والكبد والعظام ومشاكل كتير جدا. فأصبح اهتمامنا دلوقتي بالمشاكل الصحية أو الملفات الصحية، ولذلك أنا بقول للسادة المشاهدين انتبهوا في هذا اللقاء أو في هذه اللقاءات باستمرار. بيكون معايا في هذه اللقاءات الدكتور يسري بكر، استشاري الفيروسات والمناعة، وأيضا أستاذ البيولوجيا الجزئية والكيمياء الإكلينيكية التشخيصية. برحب بك يا دكتور يسري. أهلا وسهلا، شرف اللقاء. الله يكرمك. موضوعنا هو الكركمين. الكركمين أصبح الآن له صيت كبير، والكركمين دلوقتي بقى شاغل الناس كلها. الكركمين دلوقتي أصبح عبارة عن مكمل غذائي طبيعي جدا. طبعا كلنا عارفين الكركم، في حاجة بقى اسمها الكركمين من الكركم أو مستخلصة، وبيقولوا ناس كتير جدا والأساتذة المتخصصين بيقولوا إنه يفيد في الكثير من الأمراض زي إيه؟ دهون الكبد. دهون الكبد بيقولوا معظم الناس عندها دهون على الكبد، وكلمة دهون على الكبد دي بتؤدي إلى مشاكل كتير جدا. كمان بيقولوا بيفيد جدا لمرضى العظام، مرضى العظام السيدات اللي عندها خشونة في الركبة، واللي مش قادرة تصلي، واللي مش قادرة تقوم، مش قادرة تقعد، ومش قادرة تقف، وناس كتير بتعاني نتيجة برضو وجود سمنة أو مش سمنة عند الرجال والنساء. كمان إحنا عندنا الأمراض المناعية المتوطنة زي السكر. السكر دلوقتي بيقولوا مفيش بيت مفهوش مريض سكر، بالعكس بيقولوا أحيانا اللي ما عندوش سكر ده لسه ما حللش. مش بخوف الناس، لكن بيقولوا إن السكر انتشر بشكل جامد جدا جدا، وفي الأمراض المناعية المتعددة والمتوطنة. عشان كده اهتمامنا في الصحة والجمال في قناتنا هو أول حاجة الصحة والجمال، ده الشق الثاني. فإحنا دلوقتي مركزين على الصحة، فنشوف النهاردة مع الدكتور يسري هتقول تابعونا بشكل جيد، وفي نفس الوقت اللي عايز يحصل على المنتج ده اللي هو الخاص بالكركمين بيبقى فيه أرقام باستمرار على الشاشة، ممكن جدا التعامل مع هذه الأرقام. دكتور يسري اتفضل، ماذا تقول عن الكركمين اليوم؟ اتفضل. طيب أنا هقول النهاردة حلقة جديدة ولا هكمل؟ لا لا، احنا كان عندنا حلقة قبل كده. ما هو عندي جايين استفسارات. وماله نرد على الاستفسارات؟ مش قادر اخلص منها. نرد على الاستفسارات. الاول الناس يعني اتكلمت في الكركمين وفيه خلفيات كتيرة، قالوا لي ايه بقى؟ ان الكيلو مثلا بيطلع كم جرام؟ نعم. اولا هو كيلو الكركم، الكيلو بس المشاهد. الكيلو الكركم بيطلع كم جرام؟ نعم. لو اللي قال سأل السؤال ده كان خد باله كويس من الحلقة وقلت ان الكركم والكركمين عشان اطلع كركمين من الكركم. نعم. قلت الكركم ده درجات. نعم. فيه في الهند وفيه في مصر وفيه 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 وفيه، وانا ركزت كان كل كلامي مركز على الهند بالذات. تمام. احدث الابحاث بتقول لي ان من 8 من 4 ل 8 جرام في الكيلو، ده اخر ابحاث. من 4 ل 8 جرام في المية. 4 جرام في المية. في المية. لكن هما هنا 4% ولا 4 جرام؟ لا، هو دلوقتي بيقول لك الكيلو بيطلع 10 جرام، ده اللي كنا سمعناه. نعم، بيطلع 10 جرام. نعم. لكن لا، فيه كركم بيطلع لا من 4 ل 80 جرام. من 40 ل 80 جرام. من 40 ل 80 جرام. ده هو بقى اللي انا قلته قبل كده، اللي هو مزروع بطريقة معينة، مغذى بطريقة معينة وفي مكان معين. نعم.
لكن اللي هنا يطلع له اعتقد ال 40 جرام تساوي 4% من الكتله من الحجم نفسه. ايوه باعتبار ان الكيلو جرام في 1000 جرام. هرجعك بس لان انت مش مذاكر معايا العلوم برضه. لا انا بتكلم في الجوده. الكيلو 1000 جرام فانا بتكلم في الجوده. في الجوده نعم. بسمع الكيلو بيطلع 10 جرام. نعم هنا الكيلو فعلا يطلع 10 جرام هنا. نعم لكن في الهند كلام تاني غير كده. يعني انت عايز تقول تبعا لي المصدر، المصدر او المنشا لطبيعه الكركم يطلع لي قد ايه كركمين. ده الناس بتبص له بالشكل ده. نعم. ثانيا بيبص للي جاي. للي جاي للكركمين، للكركمين اللي في ايده. نعم. الكركمين اللي في ايده مش كركمين صافي. نعم. لا ده لو كركمين صافي انت جرعتك في اليوم ما تتعداش الربع جرام. ربع جرام؟ ربع جرام في اليوم. ربع جرام؟ تعرف يعني ايه ربع جرام يا دكتور يسري؟ ايوه يعني الجرام اربع ايام. جرام جرام. ايوه جرام يا دكتور. ايوه ربع جرام. ماشي. هنا بيتحط عليه اللي بيزوده اصلا لازم تحط على ماده الفلفل الاسود او البرين عشان يعمل له امتصاص. طب خلينا بقى نتكلم بشكل عام. اسمع ابحاث كتير جدا واطباء بيجوا على السوشيال ميديا والنت ان بيقولوا ان الكركم مفيد جدا جدا، ولكن الكركم بيخش مع الفلفل الاسمر علشان يبقى كاتاليتيك ايجنت. ايوه عنصر فعال. ده هو من غيره مش هيمتص. من غير الفلفل الاسمر مش هيمتص. يا سلام على الكلام. اتفضل. يعني انت اذا اخذته بدون الفلفل الاسمر او ماده الليبرين مش هيمتص. يعني اي كركمين حتى لو كركمين مش كركم يحتاج فلفل اسمر، ولا كركم بس اللي بيحتاج الفلفل الاسمر؟ يحتاج الفلفل الاسمر برضه، لانه بيديله هو ماده زي ما يكون بيستخبى وراه ويدخل يمتص في الفلاي بتاع الامعاء. لكن في يا دكتور ناس كتير جدا خدت الكركمين ده وانا اعرفهم معرفه شخصيه بدون الفلفل الاسمر، ومع ذلك قالوا الحمد لله سحر وجميل وزي هو جاي لك فيه اساسا. يعني مش انت اللي بتحط، هو جاي لك فيه موجود. موجود فيه من قبل ما انت تاخده. نعم. يعني مش بنقول لك لا حط. هو جاي لك فيه. يعني هو الكركمين نفسه لما حد يحصل عليه بيبقى هو اوريدي مهيئ لانه ان شاء الله يساعد على العلاج باذن الله. ده نقطه. نعم. ده كان من ضمن الاستفسار. طب يا دكتور انت بكلامك كان بيقول ان الكركمين اللي موجود في السوق كله ده ليه خلف كذا 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 وما وضحتناش اللي عند زيد واللي عند عبيد واللي عند فلان واللي عند فلان، اشمعنى بتاعك انت مميز؟ نعم. او اشمعنى بتاع الشركه بتاع الهند اللي انت اللي بتتكلم معاك ديت ده المميز؟ نعم. طيب يا اخوانا الكركمين طريقه استخلاصه هي اللي بتقول انا مميز. تمام. منه مستخلص بالإيتير ومنه مستخلص بالكحول. بالإيتير والكحول الاثنين مادة طيارة. طب الإيثير اللي هو الإيثير الإيثير أيوه. اللي هو جاي من الكحول الإيثيلي؟ لا أروماتيك. ده حاجة لوحده. ده حاجة تانية. ما دي مواد طيارة. الاثنين مواد طيارة. الدرجة دي درجة وده درجة. الاستخلاص درجة الاستخلاص بتحدد لي أنا استخدم دي لإيه. علشان كده الخلفيه العلميه هنا بتقول لي الكركمين ده تستخدمه لكذا. نعم. والكركمين ده تستخدمه لكذا. تمام. ده مركب فينولي وده مركب كيتوني. ماشي. نعم. بيحدد لك بالظبط. المشاهد يا دكتور مش هيفهم يعني ايه مركب فينولي ومركب كيتوني. مش هي المشاهد. المشاهد ملوش دعوه بالقصه دي. يعني هو ملوش دعوه بالكيمياء العضويه والقصه دي كلها. المشاهد ملوش دعوه بالقصه دي. بيعاني من حاجه بس هو يجي اما بيجيني وبيقول لي انا عايز ده يرجع لي انا اللي اديله. نعم. اقول له لا ده تاخد من كذا. نعم. وانت تاخد من كذا. نعم. لكن البيز العام كله كده. نعم. اللي عند ده زي ده زي ده زي ده تصادف هنا يخف وهنا يخف وهنا ما يخفش. نعم. هو ده بقى السؤال. لكن هو الكركمين المتوفر حاليا ان شاء الله باذن الله ده البيز ممتاز. معمول بيز ممتاز لكل الحالات. لكل الحالات. بس الناس ما تقلقش. ماشي. بس هنخصصه بعد كده في حاجه اسمها سبيشاليست. دي قصه ثانيه. ده من ضمن الاسئله اللي اتسالتها. نعم. كمان انت يا دكتور المره اللي فاتت قلت لنا كمان ان هو مضاد للسموم. نعم. كان كل الكلام ان الناس كلها واخداه عشان تعمل بيه ايه بقى؟ تزيل تعالج خشونه ركبه، تعالج فقرات الظهر زي ما انت اتكلمت وافضت فيه المره اللي فاتت. نعم. سالني بقى بعض الاساتذه بقى مش المرضى. نعم. هو انت قلت لي هو بيعمل انهبيشن للبروستاجلاندين. طيب نوضح الكلام ده للساده المشاهدين. ما انا بوضحه. بيعمل تثبيط لماده الالتهاب. لماده الالتهاب بالظبط كده عشان نقول بس عشان المشاهد اللي بيسمعنا. طب ما في مليون حاجه بتعمل الكلام ده. المشاهد اللي بيسمعنا مش بتاع اورجانيك كيمستري. ماشي. خليك معايا. في مليون حاجه بتعمل الكلام ده. نعم.
اقدر استغنى يعني. ليه انت جايب لي ده؟ عشان البروستاجلاندين، نعم ما بنقصه. دايما الشعب المصري، ومش الشعب المصري، الشعوب العربية عامة نعم فيه مشكلة. أول مرة أنا دي المعلومة اللي تاخدها بقى أبديتد من اتفضل الحلقة ده هي، اتفضل. ودي معلومة للأطباء مش اللي قبل المرضى. نعم إيه هي؟ إن عندنا الجسم أما بيدخله سموم، الجسم ما بي في أحيان كتير جدا ما بيقدرش يتخلص من السموم، نعم فعنده حل بديل. السموم ديت يا إما ارميها في حتة كتلة وحوطها بكتلة دهنية وتبقى زي ما تكون بلوة ومتحوطة ومقفولة عليها بعيد عني وأنا شغال، زي فكرة الفيروسات ومنديل البطن اللي هو بيروح ما هو نفس عليه كده. الطريق. لكن فيه بقى حاجة نفسها بتبقى فيها نوع من السخونة، استحالة تيجي يمة الدهون هتطير الدنيا. فعندي بقى يعني حمال الأسية بتاع الجسم كله، الكبد، لا العظم، العظم هو اللي بيشيل الليلة. هو اللي بيشيل الليل. العظم اللي موجود، ولذلك اللي هو اللي عنده بنية عظمية كويسة يعرف انه ماشي حتى لو في امراض الدنيا، وماشي وماشي يعني. لان فعلا اكتر حاجة بتتعب الناس العظام، كلها كل الناس كل اللي جايب الشكة كله عظم. عظم حتى الدكاترة نفسها نعم اللي هم بتوع العظام بيروح الدكتور نفسه محتار من كثرة المسكنات اللي بيكتبها. تمام. يعني الدكتور بيكتب مسكنات، بيكتب فيتامين بي مركب، بيكتب يعني اسطمبة معروفة، لدرجة ان المرضى نفسها حفظت اللي الدكتور ده بيكتبه واللي الدكتور ده بيكتبه، بل بالعكس المرضى اصبحت هي بقى حافظة العلاج. لا بقى هم دكاترة. نعم. فبدأ يبص للدكتور على انه مش افكتيف قوي معاه. تمام. انا بتكلم العظم بالذات ليه، وليه الكركمين في الحته ديت، وهو ده السبيشاليست. وهو ده السبيشاليست الوحيد التخصص بتاعه. وانت ليه يا دكتور اتكلمت في حتتين اتنين، ابستخلص اتير او بستخلص كحول؟ اقول له طيب خليك في الجزئيه ديت علشان انا هعوز لحاجتين اتنين. اتفضل. اول مره هتسمع ان العظم بتاعنا فيه نسبه يورانيوم. نسبه يورانيوم، واليورانيوم ده القنابل، القنابل النووية. لا يعني مش هقول قنابل، اقول عنصر مشع بتاع القنابل النووية. يا دكتور انت لا على فكرة دكتور يسري، انا عايز اقول حاجة بس. ما هو كل بيستظهر مني كلام علمي، كلام علمي. انا درست في كلية العلوم، مش معنى كلمة يورينيوم يجي او كل حاجة تيجي نووية معناها اكسبلوزيف انفجارات. اصلا التسخير المواد النوويه لانها في السلم ده خطيره جدا، مش بس خطيره جدا، طبعا طبعا يعني بس عشان الناس بقى ايه كلمه نوويه بتقلق الناس. احنا عندنا العظم في كم يورانيوم بسيط لدرجه في كميه يورانيوم، بدونه العظم يبقى ايه؟ هش، رخو، هش رخو يعني. شفت الازاز اللي بيلب كده؟ طري. لكن لما يكون صلد ماشي، في نسبه يورانيوم مدياله نوع من السماكه. نعم مدياله نوع من السماكه. فهنا طب الاكل اللي انت بتاكله، معظم الارض فيها برضو نسبه يورانيوم خفيفه. نعم. اذا صدفت ودخلت تعمل ايه؟ طب مصيبه طبعا، كارثه، اللي هي الار اي اي، كارثه. فالجسم يعمل معاها ايه بقى؟ لا الكبد هيتعامل معاها، ولا دنيا خالص هتتعامل معاها. خالص ده على مدار السنين، على مدار السنين بيعمل ايه بقى؟ بياخد الستايل، والماده الوحيده اللي تحفظه هي ايه بقى؟ العظم. العظم يقوم هو نفسه لو تراكم اكتر من اللازم. نعم. يزود لي حالات تكسير، يعني العظم اوستيوكلاست واوستيوبلاست، يعني بناء وهدم، وهدم طبعا، بناء وهدم. نعم. خلاص يقوم يزود لي عمليه الهدم بتاع البناء بتاع العظم، العظم عن عمليه البناء، فيعمل مشاكل والام والتهابات، والدكتور تايه مع المريض. نعم. مسكن، مضاد للالتهاب، فيتامين بي مركب، وهكذا وهكذا. معروف بقى علاجات العظام دي، وهلم جرى. وهم دايما حتى الاطباء بيقولوا ان معظم العلاجات الادويه اللي بتاخد على فكره عباره عن مسكنات. الدكتور نفسه اما تقعد في البتاع بيبقى تايه. نعم. وبيجرب اي مسكن جديد لعل وعسى يطلع بنتيجه. هو كل همه، والمريض اذا ساب المسكن مش هينام. نعم. مش هيفضل من الالم طول الليل. نعم. فوجود اليورانيوم بالشكل ده بيعمل لي ايه بقى؟ اليورانيوم في طبيعته كل الحاجات النوويه دي في طبيعتها انها سخنه مشعه. لا
غير ان المشعه دي دخلتك في سكه تانية مالناش دعوه بيها، لكن وجوده سخن سخن، ولذلك تلاقي الهضم من جوه في مشاكل كتيره، الم الم الم. المريض عشان يتغلب على الالم لازم يحط له سخن تاني. علشان كده تبص تلاقي الدكتور يقول لك حط له قربه سخنه. وهو جرب كده وخلاص، او الناس جربت كمادات سخنه او الناس جربت ولا اما بيقعد مثلا في الحمام السخن بيستريح شويه، لان انت اديت درجه من السخونه اعلى من الدرجه اللي جوه. تمام. فهو اليورون بيديله سخونه فبيخلي العظم يقول له انت فين. تمام. طيب الكركمين بقى بتاعنا بقى انا عايزه يشيل لي اليورانيوم. تمام. عايزه يشيله. انت ليه يا دكتور ركزت؟ الناس كلها قالت ان هو فعلا مضاد للالتهابات بتاعت العظم والركب والحاجات دي كلها، بس محدش فهم ليه. وقلت برضه هو هيدي هنا ومش هيدي هنا ومش هيدي هنا ومش هيدي هنا وهيدي هنا وهيدي هنا وهيدي هنا ليه؟ كلمه ليه ديت بتعتمد على الشخص ذاته، اعرف اقيمه ازاي؟ امتى اديله فينولي وامتى اديله كحولي؟ نعم. امتى؟ نعم. امتى ادي اشخص الحالة دي؟ تمام. انا بدي على حسب الحالة اللي قدام. اذا يعني باختصارا برضه عشان المشاهد، انا لسه ما كملتش، خلي بالك بس احنا مش معادلة علمية، بعض المشاهدين بيبقوا عايزين تبسيط المعلومة، عشان بس بعد اذن حضرتك، احنا دلوقتي الدكتور بيتكلم عن الكركمين، الكركمين اللي الناس دلوقتي كلها بتسمع عنه ان هو بيفيد جدا جدا في علاج العظام، بيفيد جدا جدا في علاج خشونة الركبة، بيفيد في حاجات كتيرة. الميزة في الكركمين ان هو عبارة عن مستخلص من الكركم، والكركم احنا كلنا بنستخدمها كماده تابل من التوابل اللي بنحطها على الاكل، على اللحمه، على السلطه، على الرز، على الخضار. انا بس ببسط المعلومه دكتور يسري معلش عشان خاطر المشاهد في الاخر يستفيد من هذه الحلقه. اذا فالكركمين هو عباره عن منتج او مكمل غذائي مستخلص من الكركم، وده بيفيد كما قال الدكتور يسري في موضوع علاج العظام، في خشونه الركبه، في فقرات الظهر، في حاجات كتيره جدا، علشان خاطر بعض الناس بتبقى زهقت من الأدوية الكيميائية، من الأقراص والحبوب اللي بتاخد باستمرار وبيضر الكلى والكبد وما شابه ذلك. الدكتور يسري بيعزي هذا الكلام إلى إيه؟ إنه بعد إن إحنا بيدخل في أجسامنا جزء من حاجة اسمها اليورينيوم. اليورينيوم أو اليورانيوم هو عبارة عن عنصر هو في الطبيعة مشع، وعنصر غالي جدا جدا وثمين، حتى هو يتبع مجموعة اسمها الـ REE اللي هي الرير إيرث إيليمنتس، العناصر الأرضية النادرة اللي بتعتبر غالية جدا. فاحنا محاضرة بيولوجية، ما انا بس عشان اوصل للمشاهد. فهنا الدكتور يسري بيشرح النو هاو بتاع الكركمين ازاي ان هو بيفيد في الالتهابات وعلاج العظام. ما هو الكركمين واخد له ايه بقى؟ اما تشوف التركيب الكيميائي بتاعه عشان يشتغل عليه عبارة عن الحلقات السداسية، مش هتكلم فيها، ولكن في الناحية هنا فيها او اتش وسي اتش 3، والناحيه هنا او اتش وسي اتش 3، وفي النص ذره اكسجين مرتبطه باثنين دبل بوند، رابطه ثنائيه. رابطه ثنائيه، نعم. دول اللي عشان يدخلوا يتعاملوا مع اليورانيوم. ربنا المشاهد دلوقتي زعلان مننا، يقول لك انا مالي من الرابطه الثنائيه. اقفل على الرابطه الثنائيه. ماله من الكيمياء يا دكتور؟ خلاص سيبنا من الفيلم ده. سيبنا من ما هو دكاتره كتير بتزن على دماغي. ما انا ماشي يا دكتور، بس انا احنا خلاص ماشي، هقلب على حاجه ثانيه. هو نفسه بقى، انا هو دلوقتي عشان يجي يشيل اليورانيوم كده ما بيشيلوش بسهوله. نعم. ده التاني زي ما يكون واحد بيشيل واحد من مكانه، وده بقوه ومقاومه. اول ما بيحب يشيله بيكون جايب في ايديه حاجه تانية مهمه قوي تعمل لي صلابه للعظم رهيبه. نعم. اللي هو ايه بقى؟ الفلفل الاسمر؟ لا، امال ايه؟ البورون. البورون. ما هو انت بتشيل البورون ده عنصر كيميائي برضه، عنصر عادي. مطلوب برون. اسمه برون مش بورون، برون. انا فاكر يعني. ماشي. بطريقكم بقى فاكر. المهم هو جاي. هو جاي يعني انا هشيل فتوه. هشيل فتوه، فجايب فتوه معايا، وجايب فتوه بس لازم هحطه عشان المكان ما يبقاش فاضي، يرجع له تاني الفتوه الرئيس. يعني احل مكانه عشان ما يخشش تاني، عشان ما يخشش تاني. وبالتالي انا دلوقتي بديت اخفف الالم وبديت احط واحد تاني. ما بيدينيش حراره. بل بالعكس، ده بيديني متانه والجسم عايزه، ويبقى هنا مفيد للعظم. اذا نستخلص من هذه المحاضره العلميه الرائعه والجميله. المحاضره ايه بقى؟ نستخلص بانه ان الكركمين كمستخلص طبيعي من الكركم
يفيد جدا جدا في علاج العظام. صح؟ وقلت مستخلص الكركمين مستخلص بخلفية علمية، على مش بخلفية علمية. تجارية، خلفية علمية، علشان أنا شايفه على الرصفة. لا لا، أنا مش عايزين، مش عايزين نقول هذا الكلام، الله يكرمك بعد إذن حسعادتك، مش عايزين نقول الرصفة، مش عايزين نقول حاجة تزعل المشاهد، الله يكرمك بعد إذنك. إحنا عايزين نقول أن الكركمين مستخلص طبيعي من الكركم يفيد في علاج العظام، نكفي يعني هذا المصطلح كفاية. ما هو هيتاخد عليك اذا ما خفش المريض، على خلفيه علميه، سواء بقى كان مستخلص بالايثير او بالكحول، انت هيتاخد عليك اصلا خدته وما خفتش. انا مش هيتاخد عليا، انا دلوقتي كل ما في الامر ان بعض الناس بتبقى تعبت من تناول الادويه اللي هو البرشام، علشان خاطر مرضى العظام دول اكتر ناس يصعبوا على الواحد، ولا عارف يصلي ولا عارف يقوم ولا عارف يمشي ولا عارف يطلع سلم ولا عارف يطلع كذا، ومدغدغ ومش قادر يقوم، ونقعد على الارض عايز حد يقومه، ده بيعاني، ده بيعاني بشكل رهيب جدا. وانتوا قلتوا او كل الاوساط العلميه قالت ان الكركمين ده بيفيد في في علاج العظام، بيفيد في في تقليل الالتهابات، ده اللي الناس عايزاه، ادي الفكره كلها. كمان اللي عمله لي يا دكتور، انت قلت ان هو بيضد السموم عشان بيشيل الفلورايد من الغده الصنوبريه والكلام ده كلته. نعم، في حاجات تانية بتشيل الفلورايد. بالمناسبه الفلورايد، كل مجموعه الهالوجينات كلور فلور بروم يود ماشي، المجموعه دي كلها كلها الكركمين بيشتغل بيشيل الفلورايد، ولكن انا هنا مطلوب مني حاجه بقى. نعم، مطلوب مني حاجه. اذا اديت الكركمين عشان الغده الصنوبريه، اذا اديت الكركمين ده عشان الغده الصنوبريه، هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هقول للجسم هنا وجود الفلورايد في الغده الصنوبريه، في الغده الصنوبريه معنى كده يا مريض ان انت عندك نقص في اليود. يبقى المطلوب معايا ان انا ادي مع الكركمين يود. طيب، يعني هو احنا برضو القصه، يعني احنا برضو مش عايزين نتوه الناس، احنا يعني مش عايزين نخش في التفاصيل اللي هي تخليني انا بعض الناس يقول لك طب فين اليود؟ يعني احنا خلينا نقول الكركمين لوحده يفيد ولا ما يفيدش؟ يفيد ويبقى كويس. بس ده اللي انا عايز اقوله. انا طيب، يعني خليه بس ما انتهش، يعني احنا مش سبيشاليزد قوي متخصصين، احنا بنتكلم الكركمين كل الاوساط دلوقتي بيتكلموا عنه. لا سبيشاليزد، لان كام استاذ جامعه بيقعد قدام من الشاشه وبيسمع وبيجي وبيناقشني، يعني ما بسيبكش. الكلام ده الكلام ده كلام علمي مثبت. تمام. طيب كمان جاني كمان يا دكتور، انت قلت لي كمان انت اديت قلت الشلل الرعاش. مش الكلام ده قلناه المره اللي فاتت؟ قلت لك الشلل الرعاش، انا لحد دلوقتي انا ما شفتش حالات بعناية، لان فيه كذا حاله شغال. اما اشوف بعناية واسجل ابديتد ان الحالات دي كويسه، هي الحمد لله نتائجها لحد دلوقتي مبشره، بس انا واحد واثنين وثلاثه مش كفايه. نعم. انا عايز على الاقل 20 حاله قدام مني واشوف النسبه فيهم كام. نعم. في حالات الشلل الرعاش. نعم. مش هتكلم فيه او ما تاخدوش مني دلوقتي، لكن ممكن تاخده مني بعدين. طيب، اشوف الحالات قدام. نعم. دي النقطه اللي اتكلمت فيها. انت كمان يا دكتور اتكلمت في الطفل الموجي بتاع الكركمين. نعم. والطفل الموجي بتاع الكركمين، وقلت ان ده ليه طفل موجي معين تحت تاثير موجي معين. وشغل البايو، قلت لك شغل البايو، اما كلموني بقى فيه واتصلوا عليا قلت لهم شغل البايوفيزيكس ده كشغل الفيزياء الحيويه مش شغلكم خالص خالص، ولكن فيه متخصص موجود. انا بقول له انا عايز الكركمين بين الويف لينس كذا وكذا طول الموجي. حتى انا ما بشتغلوش ده، انا بس بقف بستلمه بهذا الشكل. تمام. لان انت مش هتشتغل كل حاجه. لكن ده استاذ بايوفيزيكس بيطلعهولي بالطريقه. انا عايز انا كده لانه يناسب شغلي وهو كده. اذا بيتم استخلاص الكركم في معامل متخصصه. طبعا المعامل دي بتبقى فيها جزء فيها معامل كيميائيه، علماء كبار، ومعامل فيزيائيه، معامل فيزيقيه، فبناء عليه بيخضع لطول موجي معين لويف لينز معينه علشان خاطر يديني الماده الفعاله اللي انت عايزها. لا اخفى عليك سرا، وفي الكيمياء العادي او في معامل الكيمياء لابد ان يكون هناك عنصر مثل الايثير او الكحول علشان خاطر يتم الاستخلاص بشكل علمي. انا لا اخفي عليك سرا، اتفضل للان. نعم. عشان الموضوع ده بالذات. نعم. بدا يدخل فيه تقنيه النانو بشكل خطير. النانو. احنا بدينا ندخل فيه تقنيه النانو عشان اقدر اوصله للمكان اللي انا عايزه. نعم. عشان اقدر اوصله للمكان اللي انا عايزه، انا عايز مثلا من نسبه طب كذا. في ناس دلوقتي وهي بتسمعنا بيقولوا يعني ايه نانو؟ خلينا نتكلم كلام بالبلدي.
ده النانو ده علم تاني. ماشي مش علم بس نقول يعني ايه الجمله المصطلح الناس تقول النانو ده ليه. انت فاكر العيل الصغير لما كانوا بيقولوا عليه النونو؟ النونو نونو صغير. نونو يعني تصغير للكبير. يبقى اذا النانو ده عباره عن ايه؟ حاجه صغيره، تصغير الامور لاصغر الجزيئات. النانو عباره عن ايه بقى؟ كلمه نانو يعني بصغر الماده لاقل من 20 مايكرون. اقل من 20 مايكرون. اقل من 20 مايكرون. جدار الخليه او البورز او الفتحات بتاع الخليه البوابه كل اللي بيجي مش واقفه حرس. انت رايح فين وجاي منين؟ انت عايز تقول وانا هقولها للمشاهدين، الخليه اهي سيل فيها بوروستي اللي هي النفاذيه. الجدار من بره، الجدار نفسه، الجدار من بره عليه بورس اللي هي عليه بوابات، بوابات اللي هي النفاذيه. فممكن تكون البوابات دي اقل من 20 مايكرون مثلا. لا البوابه البوابه اي حاجه فوق ال 20 مايكرون. حلو، فاحنا لما نوصل انت العنصر لل 20 مايكرون فهيدخل الخليه. لا اقل من 20 مايكرون البوابه ما تعرفش تحجزه، ما تحجزوش، يدخل بقى على طول. يدخل يبقى كده دخل. يبقى كده يبقى انت عديت مراحل كتير. ولذلك شغل النانو في الحاجات ديت، انا عايز دهيه الحاجه دهيه لدهيه يعني دي لدهو. انا طبعا بعتذر للساده المشاهدين ان الحلقه علميه ثقيله، لكن انا عايز اوصل حاجه. طب خلاص ندخل بقى في هوصل حاجه معلش. يعني مثلا الكلام اللي قاله ما اتكلمش كلام علمي. لا لا يا بيه حلو والله، ازاي ده حضرتك اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. الله يكرمك. انا عايز اقول ايه مثلا على سبيل المثال، احنا بنقول الكركمين يفيد في مرضى دهون الكبد. دهون الكبد كما قال الدكتور يوسف المره اللي فاتت ان الخليه بتبقى زي الخليه السداسيه او زي خليه الشمع تقريبا. شمع اللي هو العسل. فبيبقى الخليه دي في دهون بين ثنايا الخلايا يعني بالخارجيه، وفي دهون جوه الخلايا. فممكن جدا التخلص من الدهون اللي بين ثنايا الخلايا ده سهل، لكن الدكتور يوسف بيقول ان الدهون اللي جوه اللي قاعده ونايمه ومستريحه اللي خاربه الدنيا هي دي اللي احنا عايزين نتخلص منها. فبيقول على جدار الخليه في نفاذيه، نفاذيه يعني فتحات، فتحات دي ممكن تكون ضيقه. فلو الماده المعالجه، الماده المعالجه كانت جزئيا كبيره مش هتدخل من هذه الفتحات. حلو. فمش هتفيد. مش هتفيد. وصلت؟ مش هتفيد. فبيحولوا يدخلوا تقنيه اسمها النانو. النانو دي اللي هي يعني انا معلش اعذروني في الكلمه العلميه اللي انا اقولها، في حاجه اسمها الناس اللي فاهمه، في حاجه اسمها الذره. الذره دي عباره عن مجموعه من الالكترونات او البروتون. انت اللي دخلت في الكلام العلمي. لا لا انا عشان هوصل لحاجه. لا اطلع من الموضوع. هطلع هطلع عشان الناس. الذره دي جواها نواه، جواها نواه، مظبوط كده؟ اطلع من الموضوع، احنا كده ندخل علم تاني. هو اللي بيحاول خلينا في الكلام اللي بيحاول يوصل الماده الفعاله لاحجام اللي هي النانو دي صغيره متناهيه الصغر. لحظه ان احنا ما بدناش الحلقه حتى تعمل اختراق لداخل الخليه فتقوم بالعلاج. يا رب يكون الرساله وصلت. احنا ما بدناش الحلقه، احنا بنرد على الاديب. ماشي ماشي. انا برضو عايز اقول للناس اذا فالكركمين عندما تتم معالجته بشكل جيد ويكون متناهي الصغر، متناهي الصغر يعني يبقى البودر عفوا في اللفظ ده اقول زي الهبو كده يعني. يبقى ده الهبو كتير. الهبو كمان تقيل يعني، وعايز يكون ناعم جدا بدرجه مش ناعم، ده واصل لمرحله النانو. النانو يعني بيسموه كده في العلم فيري فاين جرينز، فيري اللي هو ماتيور ناضج جدا يعني. هي دي بص لما يبص لكده يبقى هو مده فعاله جدا تخش وتعمل. بالنسبه للتقنيه دي بالذات. نعم. التقنيه ديت في الطريق الى في الطريق الى الانتصار على جميع امراض الكبد بما فيهم الفيروسات. يا سلام. هو اذا ناخذ من هذه الكلمه الجميله ان الكركمين كمستخلص من الكركم يفيد جدا جدا او يساعد على علاج الكبد بشكل جيد مع الطبيب المعالج، مع طبيب البطن او طبيب الكبد او الجهاز الهضمي اللي انت ماشي معاه، فالكركمين يساعد معاك. ما هو في حاجه بقى. نعم. فيه سلاح نووي بيروح على الكبد. وده ملوش علاقه بينا خالص ولا ليه علاقه بالكركمين. نعم. يعني مثلا اما يجيني واحد مثلا جات له بالهرسية او فاشيوله فتقول لي كركمين؟ لا، ده اسمه السلاح النووي. يعني دي داخله بتخرب كائن حي داخل بيهتك في الخلايا، بيلتهم. محتاج ده سلاح نووي. محتاج سلاح هيدروجيني كمان. ده ملوش علاقة بينا. لكن هي بقى المخلفات بتاعتها بقى سموم. ولذلك كل الناس اللي اتعالجت من البلهارسيا زمان
تيجي تعمل له اختبار المسحه تلاقي عنده البلارسي. قال ده انا خدت لها مليون جرعه، ده انا خدت صيدليه بحالها، ده انا ليه بقى؟ هي انتهت ولكن سايبه التوكسيستي بتاعها، السموم بتاعتها، السموم بتاعها. طيب سايبه السموم بتاعها، عمليه الريجنريشن تجديد، اعاده تجديد، البناء، تجديد خلايا الكبد. عمر الكبد ما يقدر يجدد. يعني لو شفت الفاشيولا او شفت البلهارسيا نفسها بتعمل ايه بقى؟ بتقطع شوارع، بتقطع الخلايا شوارع. فالشوارع ده الوحيد عشان تبقى يحصل درجه الشفاء، اقصى درجه تحصل لها اللي هي عمليه الفايبروزس، يبقى تليف، اللي هو التليف، تليف. طب الكبد يعمل ايه بقى؟ اذا شلت انت السموم بالشكل ده يقوم جاي على الفايبروزس، انا هخليك مش عارف اشيله، على الالياف مش عارف اشيله، التليف قصدي، خليه التليف، خليه زي ما هو. بس انا هعمل ريجنريشن لخلايا جديده، اعيد بناء خلايا جديده، وهسيب التليف واسيبك انت خالص، ومش جنبك. ولذلك انا احنا بنعتمد على 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 الكركمين والدرجه بتاعته في ايه بقى؟ في ان اسرع عمليه الريجنريشن، اللي هي اعاده البناء، اعاده البناء. ما يجيني مريض عنده 50 سنه وعنده اوديما واستسقاء والطحال، هتوقف عند الاوديما وعند الاستسقاء والحديث الجميل ده. مشاهدينا الكرام، هنطلع فاصل قصير ثم نعود مره اخرى لحضراتكم. مشاهدينا ابقوا معنا بعد هذا الفاصل. وقطرة الماء تثقب الحجر لا بالعنف ولكن بتواصل السقوط. من أجل التواصل مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم مرة أخرى نتواصل معكم في أمر 14، ومعنا في اللقاء الطيب الدكتور يسري بكر، استشاري الفيروسات والمناعة وأستاذ البيولوجيا الجزئية وأيضا الكيمياء الإكلينيكية التشخيصية. برحب بيك مرة ثانية دكتور يوسف. أهلا وسهلا، شرف اللقاء. أهلا وسهلا، الله يكرمك. الحديث يدور، أو عنوان الحلقة، الكركمين على خلفية علمية. والحديث يدور حول الكركمين كمستخلص من الكركم ومادة فعالة تفيد في علاج الكثير من الأمراض، منها دهون الكبد كما استفاد الدكتور يسري، وأيضا فيما يتعلق بالعظام ومشاكل العظام. وقال بأنه العظام هي الشيء اللي بيتحمل كل الحاجة وكلها تتخزن عنده ويحصل الآلام بالنسبة للناس، الناس اللي عندها خشونة ركبة، الناس اللي عندها آلام في المفاصل، الناس اللي عندها آلام في الظهر، الناس اللي هي بتقدرش تصلي إلا وهي قاعدة، الناس اللي مش قادرة تطلع سلم، اللي مش قادرة تنزل سلم، اللي مش قادرة تركب مواصلات، أحيانا يبقى عايز يرفع رجله بس يخطي عتبة أو يركب باص أو أتوبيس مش قادر. كل الناس دي كلها بنقول إن هي فعلا بتلجأ للعلاج الكيميائي من خلال الطبيب المعالج، ولكن هناك أيضا الكركمين به يعني بسم الله ما شاء الله مواد فعالة تساعد على هذه المسألة بشكل جيد. ولذلك يعني بننصح إن شاء الله إن المشاهدين هذا الأمر يتابعوه. وطبعا لسه يمكن الدكتور يسري بكر كان بيستفيد في موضوع برضو متعلق بأمراض المناعة، واتكلم عن ما الناس البلهارسيا، واتكلم عن العظام وحاجات كثيرة. اتفضل يا دكتور يسري. احنا لما كنا قبل الفاصل قلنا موضوع الكبد، وقلنا الكركمين كأول لاين تريتمنت، أول خط بالنسبة للكبد. هيعيد لي تجديد الخلايا، بس بعد ما تقاوم بقى البارازايتس او الطفيليات. الطفيليات دايما اي ما تلاقي فيه طفيليات في الكبد ايا كانت، تبقى واخده في الثنايا معاها، واخده قد ايه؟ واخده ايه؟ فيروس. تمام. لذلك كل اللي فيه بالهرزيازة زمان، شيستوزوما او بالهرسيا او انكليستوما، شيستوزوما، لا انكليستوما حاجه، انا بتكلم كل التريماتود. اللي ما هي التريماتود هي اللي بتصيب الكبد اكتر. نعم. اللي سواء كانت بالهرسيا او فاشيولا. الاثنين الدكتور يقول لي طب انا اديته العلاج وخف والكلام ده كلاته، واخد في سكته فيروس. علشان كده كلهم عندهم فيروس سي. تمام. يقولوا ده اصل اتنقل من الحقن، او كل بتوع بالهرسيا واخد كمان السيتوموجال والاوشتاينبر، واخد مع السيتوموجال، واخد معاها بس كمان ما لهمش. وضح للمشاهدين السيتوموجال هو ايه اللي واخده، نوع من الفيروسات. ايوه نعم ماشي، نوع من الفيروسات. السيتوموجال فيروس، السيتوموجال فيروس. نعم. والاوشتاينبر فيروس. الحاجات ديت ما لهاش
يعني ما بتعملش مشاكل، فعشان كده ساكت وخلاص. يعمل مشاكل امتى بقى؟ اما يبقى فيه فرصه للمناعه وفرصه لان التي سيل تبقى وقفت والفاجوسايتوزس وقفت، الكفر سيلز بتاع الكبد خلاص انهارت، يبتدي يطلع يقول ده انا بقيت انا عنتر، موجود انا انا موجود عنتر، انا موجود اهو. يعني المناخ ملائم بالنسبه له. انا بقيت عنتر بقى. اللي هي بقى المناعه بتقل يعني. باختصار افتح لي السكه يعني ابتدي، يعني هو الدكتور يسري عايز يقول بالعربي ان ابتدي الكبد يحصل له انهيار بقى. يحصل له انهيار ازاي؟ ان خلاص بقى المساله بالنسبه له يوم مع يوم بيحصل تاكل الخلايا، بيحصل تقطيع للخلايا، الكلام ده كله، فيبتدي بقى الحاجات الكامنه تطلع تظهر. ولذلك احنا هنا بنقول الكبد هو رئيس مجلس اداره الجسم. الكبد عنصر هام جدا جدا وبيتحمل كتير، لذلك احنا بنركز مع الكبد على اساس خاطر يعني طبعا دكتور الجهاز الهضمي والكبد بيبذل مجهود رهيب مع المريض، وبرضه المكملات الغذائيه بتساعد. ولذلك اول ما اي بينهار حد مريض كبد بيبقى اول ما بينهار الكركمين الكبد الكركمين بيجي كله ورا بعضه. نعم. تبص تلاقي مرض الكبد داخل في مرحله انهيار انهيار انهيار. نعم. الانهيار ده لازم اوقفه الاول، اوقف الخلايا اللي بتحصل لها انهيار، ثم اول ما اوقف الانهيار الكبد يحصل عمليه ريجينريشن، اعاده بناء. اعاده بناء. نعم. واتكلمت قبل كده وانت يا دكتور المره اللي فاتت قلت الجلوتاثيون، هو الكبد ان ما انتجش جلوتاثيون هو دخل في الانهيار، لازم ينتج جلوتاثيون. لا ده هو بينتج جلوتاثيون عشان ينظف نفسه، عشان يظبط الدنيا مع نفسه. تمام. انت في الفتره ده هو الجلوتاثيون هو مربط الفرس مع وجود الكركمين بيساعد على عمليه تجديد الخلايا. تمام. وجوده بيساعد على عمليه تجديد الخلايا. تمام. يبتدي ينشط الكبد. نعم. يبتدي يقول انا عايز اخلق جلوتاثيون، ويدور على الكبريت زي ما انت يا دكتور زي ما انت قلت المره اللي فاتت. تمام. طيب يا دكتور ده انا هديله جلوتاثيون مباشر لمرض الكبد، هوفر عليك الليله كلها، وعندي اهو الجلوتاثيون في البتاع اهوت، هديه فيه تابلت في الصيدليه جلوتاثيون. مش مفيد، ما ينفعش. ده انا عايز اقول لك على حاجه كمان، اما جيت اتكلم بسرعه عشان قربنا نخلص. انا اما جيت اتكلم اما جيت اعمل لما جينا نعمل منتج عشان خطر المناعه والكلام ده كله، وقلت لهم يا اخوانا هاتوا من الصيدليه فيتامين دي وفيتامين سي وفيتامين هي اي سيلينيوم يعني والزنك، كل اللي جاب قال لي كلام مش كويس. فبديت ابص، لا طب هجيب تاني منتج صيدلي. نعم. واشتغلته لقيت غير كده خالص. ففي حاجه بقى ان الكبد المصري بالذات عايز الاورجانيك، ماده عضويه، عايز الاورجانيك. عايزه منين بقى؟ من الكركمين. ده غير الكركمين كاورجانيك. اورجانيك كركمين ماده عضويه. انا عايز بقى كميه، ماده طبيعيه، انا عايز كميه اكون بيها. انا عايز فيتامين سي، لان كميه فيتامين سي اللي في الكركمين انا هواجه فيروس، هواجه المشاكل اهو. عايز جرام كامل. تمام. جرام كامل ده باعتبار ان الدكتور اسري قال في بدايه اللقاء ان 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 الكركمين او الكركم كنبات عطري او نبات طبي يحتوي على كميه عاليه جدا من فيتامين سي. لا في حاجات كتيره جدا غير فيتامين سي. غير فيتامين سي قلت فيتامين بي1 وبي2 وبي3 وبي6 بي1 واحد وبي2 وبي6 وبي12. كل ده احنا الجسم محتاج له، محتاج للفيتامين د، ومحتاجين كل مجموعه فيتامين ب وفيتامين سي، كل ده الجسم محتاج له بيفقده. هو اللي ناقصه حاجه واحده. ايه هي؟ وتقدر تقول عليها ايديال. ايديال يعني مثالي، حاجه مثاليه. ايه هي اللي ناقصه؟ حاجه واحده، ودي اللي انا حتى ابديتد مع كل الاستاف بتاعنا بره. قريت. لا انا ليه الاستاف المجموعه السريه. نعم. عندنا في مجموعه مثلا في كندا وفي امريكا. طب اختصارا هو اللي ناقصه حاجه واحده. نعم. وديت ما قدرناش نوفرها فيه خالص، اللي هي ولا النبات بياخده. السيلينيوم. السيلينيوم. السيلينيوم ده موجود في صدر الديك الرومي. تعلمتني كده. انت بتحفظ بقى، انت بتشتغل. أيوة. من ورايا. السيلينيوم ده اهم حاجه، خطيره جدا يعني، من الحاجات الرائعه. السيلينيوم ده الرصاصه اللي بتروح على قلب الفيروس مباشر. تمام. متوفر في صدر الديك الرومي، متوفر فين تاني؟ يلا بالمره.
موجود في الارض. ما انت بتقول بقى احنا مش هنطلع من الكركمين. ودي حته ان هي حتى كان الدكتور يوسف في اللقاء اللي هو يقول ان حديث الرسول ان اذا ولغ كلب في طبق فيغسل بسبع مرات منهم مره بالتراب. قبل كده ومره بالتراب دي واحد المستشرقين كان بيهاجم الدين يعني ايه تراب ده العز بن عبد السلام ده مش الموضوع ده الموضوع ده العلماء الدين ايام العز بن عبد السلام العز بن عبد السلام فيه الراجل ده فقيه الأمة والناس وقفوه ايام المماليك يعني سألوا السؤال ده ويعني الدين بتاعكم بيقول كده الدين بتاعكم بيقول لك ان اذا ولغ الكلب انتوا لازم التراب طب اغسله سبع مرات اغسله بالميه والصابون والكلام ده كله انما اغسله بالطين يعني واحد يعني احط فيه طين اجيب بتاع التراب ويبقى طين عشان السيلينيوم الموجود في التراب وبعدين تقول لي دي سنه نعم تقول لي دي سنه ان انا اغسله بالتراب ما كانش الراجل وقف ما عرفش يرد لا ودعا ربنا ان ما انه ان ربنا يكشف هذا السر على يد احد العلماء على احد يكشف هذا السر فما فيش خالص فبدنا نختصر الوقت لا بدنا نبص في الموضوع لقينا فعلا الحاجة اللي انت التراب مليان سيلينيوم اول ما بتحطه الفيرال كورونا رابيديدي او الريبز او السعار او الحاجات او فيروسات الكناين اللي هو ذوات الانياب بتاعت الكلب يعني ذوات الانياب بالذات ذوات الانياب اللي هي بتبقى فيه فيروس بينزل اول ما بيشم السيلينيوم من على بعد مش شرط من على بعد يعني يبقى بينه وبينه حتى لو فاصل 2 سنتي بينتهي عشان كده لما كان حديث الرسول في مساله ان ودي صدق الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ولغ كلب في اناء فليغسله سبع مرات احداهن بالتراب التراب يحتوي على السيلينيوم والسيلينيوم هو الماده القاتله للفيروسات ورحم الله الرجل اللي احنا ما شفناهوش ولا شفنا العز بن عبد السلام عشان كده طبعا ودي بتثبت العقيده واليقين طبعا الحلقه انتهت دكتور يسري لكن نلخص تلخص احنا خدنا وقتنا وزياده هلخص كلمتين اعيروا انتباهكم ليا مشاهدينا الكرام النهارده كنا بنتكلم عن الكركمين كماده مستخلصه من الكركم هذه الماده ماده فعاله جدا جدا ومفيده بشكل جيد جدا في القضاء على الفيروسات مفيده بشكل كويس جدا في علاج العظام وخشونه الركبه والمفاصل ومفيده في كل شيء وطبعا كلمنا عن دهون الكبد بيفيد جدا جدا في دهون الكبد اذا يعني الساده المشاهدين اللي هم بيعانوا من اللي بيعانوا من مرضى الكبد يعني بيعانوا من الكبد اللي بيعانوا من العظام من الخشونه اللي بيعانوا من امراض المناعيه بنقول ان الكركمين بسم الله ما شاء الله ماده طبيعيه ربنا خلقها لنا مش مضاف عليها اي شيء اطلاقا غير انها ماده طبيعيه بتفيد جدا جدا في علاج الكثير من الامراض نرجو نكون ان احنا نكون قدمنا حلقه طيبه احنا جاوبنا على اللي فات ما قدمناش حلقه جديده خلاص ان شاء الله يعني احنا ما قدمناش جديد خلاص ان شاء الله في حلقه قادمه نتكلم يعني عن الجديد يعني احنا قدمنا حلقه جديده النهارده خلاص يا دكتور عشان وقت عشان احتراما للخريطه بس والمشاهدين ان شاء الله في حلقه ثانيه هنتكلم كتير في نهايه اللقاء اشكر باسمكم الدكتور يسري بكر استشاري الفيروسات والمناعه واستشاري البيولوجيا الجزئية وأيضا الكيمياء الإكلينيكية التشخيصية شكرا ليك يا دكتور الله يكرمك وشكرا لأسرة العمل في البلاي أوت مصطفى حافظ عبد السلام في تي آر أستاذ عزب في التصوير وكمان كرماني في الصوت والشكر موصول لمخرجنا الجميل أستاذنا وليد عمارة وهذا أحمد يوسف أنا معكم ومعكم دائما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله